الوصفة الثانية لليوم رح تكون خبز الكيتو. لهالوصفة بدنا كوب ونص من دقيق اللوز، 3 ملاعق كبار من مطحون بذور الكتان، 2 ملاعق كبار من لسان الحمل، رشة ملح حسب الذوق، 2 ملاعق كبار من الهامثي سيد او بذور القنب. طبعا كل البذور اللي عم استخدمها انتو ممكن تستغنوا عنها او تبدلوها باي شي تاني انتو بتفضلوه، بس انا حبيت استخدم الهامثي سيد حتى علي الاوميجا 3. 2 ملاعق كبار من البذور المشكلة، 1/4 ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة، 1/4 ملعقة صغيرة من الكركم. أنا حبيت استخدم 2 سكوب من هيدا الكولاجين. هذا الكولاجين نوع بالزيت مخصص لمحاربة التجاعيد وللأظافر والشعر، فطعمته شوي قوية فحبيت استخدمه بالخبز بدل ما اشربه. كوب كبير من المي الفاترة ورح ضيفه على 2 مرحلة. اول مرحلة 1/2 كوب وبلش بخلط المكونات سوا لحتى اشوف قديش محتاجة مي، بس اجمالا هيدي الكمية محتاجة 1 كوب من المي. هلا بنضيف بقية المي ونبلش كمان منخلطهم سوا. على الأغلب محتاجين ايدكم بهاي المرحلة لحتى تخلطوهم مزبوط ولحتى يتجانس كل شي مع بعض، لأن ملعقة منها كتير منيحة لحتى تخلط هالشغلات كلها سوا بشكل جيد. من بعد ما خلطت المكونات كتير منيح مع بعض، هلأ بتركها لمدة 10 دقايق بس لحتى ترتاح ولحتى لسان الحمل أو بذور الكتان تبلش تشتغل وتسمكها أكتر لحتى تصير مثل شكل الخبزة أو مثل ملمس الخبزة. بقالب صغير، القالب اللي استخدمته كتير صغير لأنه كنت حابة الخبز أو قطعة الخبز تكون هيك عالية وكبيرة، فاستخدمت أصغر واحد عندي. مش متأكدة قديش حجمه هيدا، بس حطيت زيت زيتون بأسفله. وهلأ رح شكل العجينة من بعد ما خليتها ترتاح 10 دقايق، وبعدين بحط بقلب القالب وبحطها بالفرن. الفرن لازم يكون محمى قبل بوقت. خبزتها على حرارة 180 لمدة تقريبا 1/2 ساعة. بدي لكم اياها. سكر اللي شهر ما اكلت سكر. واو شو طيبين، او يمكن لاني اللي زمان ما اكلت سكر محلي. كتير طيبين، كتير كتير كتير. anyway انا معزومه على البرانش، فرح اخذ معي الخبز ورح اخذ معي كم وحده من هدول الحلويات. صاحبتي قال رح تعمل لي شكشوكة، وهدي رح تكون أول وجبة إلي طبعا، ما عدا هيدي اللي دقتها هلا. بعد ما أخذت قهوة ولا أخذ شي، هيدي أول شغلة باكلها اليوم. فبحاول أصوركم الصحن بس لكم عم باكل. بس شكشوكة رح تكون اليوم على الترويقة. شوفوا شو أصحابي شو طيبين، يعملوا لي أكل مناسب للكيتو. anyway بشوفكم بعدين.
حلوين. الساعة 5 المساء هلا وانا ماني عجعانة. حطلكم صورة للعزومة اللي كانت اليوم. اكلت مثل ما قلت لكم شكشوكة، واكلت قطعة من الخبز اللي انا سويته كمان مع صوص الشكشوكة، يعني ما اكلت شي معه غير. وشربت شاي كتير بس دي كاف، بس يعني يمكن انا الي اكثر من سنتين ما شربت شاي بهالكميه، بس شربت لي شي 5 فناجين شاي. واكلت قطعه من هيدا الحلو اللي سويته كمان. هلا للعشاء ماني جعانه، بس جوزي قرر انه يرجع للكيتو هيدا الاسبوع، فكل شوي بيجي بيقول لي انا جعان شو بدك تعمل طعمينه، فمضطرة أعمل عشاء، فحخليه كتير سمبل لأنه حيخرب لي الدنيا هلأ. سو عم فكر أعمل هدول البرجر، طلعتهم من الفريزر، رح أكل وحدة منهم وجوزي ياكل اللي بده إياه، وكمان رح أعمل كوب من اللوبيا الخضراء، وممكن أقلي شوية بيض لجوزي. أنا ما رح أخذ بيض، بس رح أخذ شوي من هول ووحدة من هاي بس. اوكي لحظة لطفي هيدا لأنه الصوت مزعج كتير. سو صفيت اللوبيا الخضراء، وهلا رح اطلع قطعة زبدة عم بستخدم كاري جولد، وهون قليت 3 بيضات لجوزي، خلي الزبدة تسوح مع اللوبيا. انا ما بحب ضيف لها ملح وفلفل، بس لانه الزبدة بحسها بتطعمها تمام، فما في داعي لاي شيء تاني. بس كل واحد بيسويها على ذوقه، لانه بالكيتو يعني الملح منه مشكلة كبيرة. اوكي حلوين، سو عشان صار جاهز. سو هذا الصحن جوزي حطيت له البيض لوبيا الخضراء، ما بعرف اقولها اليوم، او 3 من البرجر، بس لانه هو مبلش جديد هلا راجع على الكيتو، له فتره كثير قاطع اكثر من سنه، فبيجوع اكثر من حدا له فتره طبعا. فكثير مهم انه الواحد ياكل بشكل بشبعه مشان ما يصير يخرب. وانا وحده برجر وكوب من اللوبيا. ما بعرف اذا رح كملهم كلهم، بس بنشوف. سو يا جماعة مثل ما شايفين انا دمرت الكيتو اليوم. صحيح كلها شغلات مسموحة على الكيتو اللي اكلتها، بس اذا بتجمعون كلهم سوا على الاكيد على الاكيد ما في شك طالعين فوق 50 توتال كارب. بس ما رح احسب لحتى ما وجع راسي. ومن هلأ لآخر الأسبوع رح أقعد شاطرة ورح أكل كيتو كلاسيك بدون محليات وأجبان. وأسبوع الجاي رح أخد أو رح أعمل كيتو ليزي كيتو. سو بخبركن وقتها عن الموضوع، بس لنوصل لأسبوع الجاي ليش أنا عم بعمل ليزي كيتو. اللي زمان ما سويت ليزي كيتو، بس بعمل هيك ايام احيانا بتمرق، بس اللي زمان ما مشيت انه اسبوع كامل ليزي كيتو. سو كثير منكم عم بيقولوا لي اعملي لنا تحدي، نحن لازم نقلب اسم القناه من عالم هيا لقناه التحديات بخساره الوزن. انا كثير بستمتع فيهم، بتعرفوا ليش؟ لانه بنتظم بشكل افضل لما بعمل تحدي، وبينزل وزني اكثر من لما اكون ماشي هيك كيتو على ذوقي. سو عم يجي طلب كبير كتير على الكارنيفور دايت. انا بحب نتائجها للكارنيفور دايت بشكل مش طبيعي، نتائجها رائعة علي انا. سو مثل ما كنت عم اقول انه الكارنيفور دايت انا كتير بحبها وكتير بحب نتائجها، لانها بتعمل فرق معي. يعني انا ممكن انزل 4.5 كيلو باسبوع واحد على الكارنيفور دايت. مشكلتها بس انه اول كم يوم بالنسبة الي انا، بعرف انه في كتير ناس ما بتعاني من الكارنيفور دايت، بس انا بحس حالي رح موت من الاعراض. الاعراض كتير كتير تجيني قوية، فمشان هيك لما بدي اعمل كارنيفور دايت
بدي يكون نفسيا متهيئة، مشان هيك ما بدخل وبطلع اعمل كارنيفور بكل سهولة مثل بعض الناس ما بتعمل. يا ريت فيي اعمل هيك لانه بحب النتائج تبعيته، بس للاسف ما بقدر. وبشرتي اذا هلا عم بتقولوا انه بشرتي كثير متحسنه، شوفوا بالكارنيفور كيف بتصير رائعه مثل بشره البيبي، ونقيه وصافيه، يعني لا فيها شغلات هيك الوان او بقع او كلها بتصفى، وخصوصا اذا سويت اكثر من اسبوع. مثل ما قلت انا لا قادره انتظم بالكارنيفور لا هيدا الاسبوع ولا اسبوع جاي، بس ممكن الاسبوعين اللي فاضلين قبل راس السنه ممكن ننهيهم اذا حبيتوا بالكارنيفور دايت. انا ماني متحمسه للموضوع، اذا حابه كمل كيتو كلاسيكي او مثل الكيتو اللي سويناه، كيتو صارم اسهل لي من الكارنيفور دايت، بس اذا حابين كارنيفور دايت ممكن نسوي كارنيفور دايت مع بعض. خبروني شو بتحبوه، او ممكن نعمل بول على الانستغرام والفيسبوك لحتى نشوف اي بتفضلوا، او ممكن نمشي عليهم ونعمل تحدي جديد اخر اسبوعين بالسنة. فبتمنى فلوج اليوم يكون عجبكم، وبشوفكم قريبا بفيديو جديد. باي باي.